ذي ساعرف في اللغة العربية يلوم يقارن الاشتقاق إلا ومقارن النحت مثلا ذي الاشتقاق ما رد نظا علم جي مصدر الفعل يستدين عالم اسم فاعل يضع عالم على وزن فاعل عالم علم عالم عالم عليم علامة سيم بولة سفر اشتقاقات علم علم عالم عليم علامة ذا شو خدمة ثورة ذا الاشتقاق ذاك الاشتقاق هذه نظ نطق نطق مصدر نطق ينتقد ناطق اسم فاعل إلى آخره ثلاثة قيل الاشتقاق ثلاثة رد لفظ إلى آخر ولو مجازا ولكن دي الاشتقاق إلو مقال الاشتقاق الصغير إلو مقال الاشتقاق الكبير الاشتقاق الصغير ذا شوف يكون توافق في المعنى وفي الحروف الأصلية وفي الترتيب ثلاثة مراد نظ علم العين اللام الميم الفعل نظ عالمة كيف العين اللام الميم مراد نظ عالم عليم إلا المعنى ذيون المعنى ذيون الحروف إقلاندا غسلت لي زيادة ولكن ترتيبي لا مما ردين عالم نار عالمة عالمة العين اللام الميم ما ردين عالم يرند كالآليف ولكن ترتيب ذيون نطق نطق ناطق شرب شرب شارب ولكن اللوم يقارن الاشتقاق الكبير اشتقاق الكبير الحروف اللانت الحروف موجودة ولكن مثلا لدينا رجب الراء الجيم الباء رجب ولكن دو ضيون الفعل وايض دينا مثلا جبر الجبر المقابل الهندسة الجبر والهندسة جبر ولكن ترتيب ولا شيث الحروف لا أنت الراء جب الراء الجيم الباء ميم الجبر لاني ثلاثة ذا شو يزوار الجيم ذي راجب يزوار الراء ذي الجبر يزوار الجيم ذي راجب يتلمس ذي الجيم ولكن ذي الجبر ذا الحرف هم زواره هكذا راجب والباء ذي راجب ذا نقارو ذي جبر ذا الماس ثقي قانص الاشتقاق الكبير ذي اللغة بلا مكشمة ذي التفاصيل كوني مرنوال درت كتابين مثلا أدمض كتاب سيبويه ذي تعرف قطب قول طبعا زبادة وكلش إلى أطاس حوالي 20 متر تكتابين يحوج غسك حوالي 20 متر يعني سيثير ماذا ذاك يثمسل بوسة يثمسل بوسة حوالي 20 متر دني غير مجلد ده مجلد صافي ذا نعم متر ذا شو هو هذا كلمة ماذيش سيبوي هاكي كان وكذا حدد انت عرفت سيبوي في كتاب قد والغصنت إن شاء الله تعالى إلا ذا غوايض اسمس ابن جني ذي اسمس إذا واليس ابن جني صاحب الخصائص ذي اللغة العربية ذا غي زماد والغرس إن شاء الله لان كتب مهمة سنشير إليها إن شاء الله بعد حين يلا اليوم يقارن النحت طبعا ما ذي الاشتقاق ذي تعرف شو الفايدة ينس السوساع ذي تعرف واحد لأن المعاني أكثر
من الألفاظ، بمعنى آخر المعاني أكثر من القوالب. فلو كني ما درست قبيليث المعاني قلنا طاسي قلنا ميم سلاين قليليث بارابور غالمعاني. إذا كنت تفتري ونذهنا أحيني يعجز اللسان عن البيان وري الزميرة دي سفغة وكشوي لان وري الزميرة لا أثي دي السفغ، أليس كذلك؟ لأمر مهم، لأن المعاني أكثر من المباني، أكثر من الألفاظ، وأكثر من القوالب. أش نشوفوا مليح إنه مقارن النحت ذي اللغة العربية. هذا شو اللي ياس النحت؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ما سند الفلاني إما سند قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، غادي نقرأ البسملة، البسملة يا خي السلمى ولاي البسملة، ما غادي نضل البسملة شو المع ينبا ولا وقي قانس النحت ذي اللغة العربية. البسملة معناها قولك بسم الله الرحمن الرحيم، إلا حول ولا قوة إلا بالله، الحوقلة ما دين ذا الحوقلة، المعنى يسقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. حنا ذي الآذان نتبع المؤذن أكن دينا ذنيني إيميد يبض حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح كما ورد في الصحاح. أيوة وبعدين دينيني لا حول ولا قوة إلا بالله، الحوقلة قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله.